ودلوقتي جي معدنا مع السوشيال لاب اللي بنحلل من خلاله أكاونتس النجوم وتفاعلهم على كل أبليكيشنز السوشيال ميديا. النهاردة معيان السيد هي نجمة السوشيال لاب واللي بتنتظر عرض فيلمها الجديد هاشتاج جوزني واللي بيشاركها فيه أمير المصري. طبعاً معيان السيد من النجوم اللي اسمهم دايماً بيتصدر السوشيال ميديا وبتتميز بتلقائيتها، وده طبعاً غير نجاحها في أدوارها، وعشان كده بيتابع معيان السيد 4,700,000 فولور على الإنستجرام وهي بتتابع حوالي 4,105 أكاونت بس، وطبعاً معظمهم أصحابها وبلوجرز ويوتيوبرز ونجوم من الوسط الفني. لحد دلوقتي معيان السيد نشرت تقريباً 847 صورة وفيديو على أكاونت الإنستجرام. تعالوا نشوف تفاصيل الصور والفيديوز دي. هي كلها عبارة عن إطلالات ليها وصور مع أصحابها ونجوم مع الوسط الفني، بوسترز لأعمالها ومشاهد من أفلامها ومسلسلاتها. من الحاجات اللي لفتت نظرنا إنها بتحب جداً الفوتو سيشن، فلقينا إنها نشرة أكتر من 30 صورة بستايلز مختلفة ومتنوعة. كمان لقينا أكتر من 100 صورة ليها لإطلالاتها في المهرجانات الفنية على الريد كوربت. معيان بتحب السفر والتصوير في الأماكن الطبيعية، عشان كده نشرت لحد دلوقتي 40 صورة ليها في الطبيعة أو على البحر، وكمان بتحب تجرب تجارب جريئة.